السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موقع يوجليش. موقع يوجليش من المواقع المميزة جدا في البرونسيشن، فهو أنا بستفاد منه برونسيشن، مش بيقدم لي محتوى ولا بذاكر منه ماتيريال، لا ده هو أنا بشوف في فيديوز، والفيديوز دي بتتعرض لي بطريقة معينة إن أنا بركز فيها اكتر على البرونسيشن. فهو نظام الموقع عبارة عن ايه، ان انا هو عامل لينك مع اليوتيوب، فلما اجي اكتب اي عبارة في السيرش هنا بيجيب لي كل الفيديوز اللي في اليوتيوب فيها العبارة دي، وكمان ممكن احدد الاكسنت اللي انا عايزها منه لو عايز اكسنت معينة. فمثلا احنا عايزين مثلا نشوف كلمة party. كلمة party ممكن تقال بكذا طريقة، ممكن اقول مثلا party، ممكن اقول party، ممكن اقول party، فعندي على حسب الاكسنت هنا ممكن تختلف. طيب هنشوف مثلا party في الامريكان، في البريتش اكسنت بتتقال ازاي، وفي الامريكان اكسنت بتتقال ازاي. هنا بريتش اكسنت، فمجرد ما احدد الاكسنت بيجيب لي الفيديوز اللي فيها الكلمه دي في اليوتيوب، وفي نفس الوقت بيشوف يعني الكلمه نفسها بتعرض لي هنا كمان السكريبت تحت، وبشوف الكلمه بتتقال ازاي في السياق، فده مفيد جدا جدا جدا. ده بسمعنا كده dictates of the party party، فهي بتقال كده تمام. ممكن ان انا اقلب فيديو تاني لو مش عاجبني الفيديو ده، ممكن اشوف فيديو تاني تمام. Yes, so he said party. تمام، فهنا عرفنا الكلمة اتقال ازاي في اكسنت معينة، وفي نفس الوقت اشوف السياق بتاعها ازاي، وممكن ان انا اتدرب كتير لو عندي اكسبريشنز معينة عايز اتدرب عليها، ببدأ ان انا ممكن اعرضها هنا واشوف السياق بتاعها، وفي نفس الوقت اعرف نطقها كويس جدا. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، و don't forget to subscribe in my channel. Thank you so much.